مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ستيم بالعربي. أنا جاسي واليوم مثل ما وعدتكم رح نعمل لانشينج لسبوتنيك تبعنا. إذا بتتذكروا جماعة الماضي عملنا مجسم لسبوتنيك من البلايدو اللي عملناها وقلت لكم تحضروا علبة فيتامين سي مع قراص الفيتامين سي. ليش؟ لأنه هيدي العلبة إذا بتنتبهوا غطاها كتير بيضغط لحتى ما يفوت هواء على قلب الفيتامين سي، مشان هيك هيدا بتساعدنا كتير. فيكن تحضروا يا علبة فيتامين سي، يا علبة دواء بتضغط كتير، يا علبة فيلم من القدام اللي شكلها مثل هيدا الشكل تقريبا. بدنا العلبة، بدنا قراص الفيتامين سي، بدنا مسطرة، بدنا ماركر، بدنا ورقة لندون عليها الريزلت، وبدنا مي، وطبعا السبوتنيك اللي عملناه جمعة الماضية. بحلقتنا لليوم رح نتعلم كمان، رح نستكمل اللي حكيناه بالحلقة الماضية عن نيوتنز ثيرد لو اوف موشن، اللي بيحكينا عن انه كل قوة دفع رح يطلع مقابلها قوة دفع معاكسة بالاتجاه المعاكس بس بذات القوة. For every action force that is equal but opposite force acting on an object. اللي رح نعمله نحنا إذا شايفين الغطا والعلبة، رح نحط مي، رح نحط رأس الفيتامين سي أو الألكا-سلتر حسب أنتو شو متوفر عندكم، رح نحطهم، رح نسكر الغطا. شو رح يصير بس المي ينحط مع الألكا-سلتر أو الفيتامين سي؟ رح يبلش التفاعل الكيميائي، رح تبلش الكيميكال رياكشن بين المي وهالقرص، ورح يبلشوا يعملوا شو منشوف؟ منشوف بابلز او فقاعات هواء. هيدول فقاعات الهواء رح يبلشوا يعملوا ضغط 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 بقلب العلبة، واكيد اذا حطيناها upside down بالقلب رح يعملوا ضغط. كيف رح من وين رح يجربوا يهربوا؟ من تحت. هن وعم يهربوا من تحت رح يدفشوا هيدا الغطا نزول، وقوة الضغط رح تدفش العلبة طلوع. نحنا رح نحط سبوتنيك على الطب تبعها من عليها من فوق لحتى بس تطلع سبوتنيك معها على الجو. شو هدفنا غير انه نتعلم نيوتنز ثيرد لو اوف موشن؟ اليوم هدفنا هو نتعلم كيف نحن نجمع داتا، كيف نحن نرسم تيبل، نرسم مثل لوحة لحتى نقدر نحط عليها الريزلتس وشو بيطلع معنا من الاكسبيرمنت، وكمان نقدر نتعلم كيف منقدر المعايير وكيف منغير المعايير كل مرة لحتى نشوف أي معيار رح يطلع أحسن ورح يعطينا سبوتنيك أحسن. اليوم التيبل اللي رح نحنا نحط عليها الداتا تبعنا فيها تكون بتشبه هيدا التيبل. فينا نعمل ترايل 1، تجربة الأولى، تاني، تالتة، رابعة، قد ما بدنا تجارب. فينا كل مرة نغير، فينا أوقات نغير كمية المي اللي بدنا نحطها أو نغير كمية الفيتامين سي اللي بدنا نحطها، التابلت اللي بدنا نحطها. أهم شي نحنا نضلنا نجرب 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 وما نستسلم، ويطلع معنا أقوى لونشر وتقدر تطلع قد ما فينا نطلع السبوتنيك لفوق. رح نجرب أول مرة معقول تطلع كتير، تاني مرة معقول تطلع أكتر، تالت مرة معقول تطلع أكتر أو أقل. خلينا نجرب معايير مختلفة. هلا لنقيس عنا نحن هيدي العلبة مش معملها ليبلينج. أحيان شي لنعملها ليبلينج هي نجيب مسطرة نحطها على العلبة نشوف هي كم سنتيمتر. هي هون عندي إذا شايفين 5.5 سنتيمتر. خليني أغير مثل ما شايفين، سو هي 5.5. هال 5.5 بدي أقسمها على 4، سو تقريبا 2.75 المفروض تطلع نصها. بدي أرجع أقسم نص بنص لحتى أجرب
إذا بدي ربع سو صارت عبارة عن هيك. سو هون بكتب ربع، هون نص، هون ثلاث أرباع. يمكن نحن نشوف إنه الربع أحسن شيء، ربع كمية المي، يمكن نص كمية المي. كل مرة فينا نغير مثل ما نحن بدنا. بالتيبل اللي رح نعملها رح أرسمها أنا لحتى نعبيها لهيدا التيبل، هي كتير سهلة. سو هون رح نكتب results. فينا كمان نصور قديش علو اللي بيطلع على slow motion حتى نقدر نشوف بأي trial عطتنا أحلى نتيجة. سو إذا قلنا ربع، نص، ثلاث أرباع، فل، هاي أول ترايل تاني كمان ربع، نص، أو إذا شيء ربع تابلت، نص تابلت أو فل تابلت، لأنه كتير صعب نحط. سو نحنا منحط الداتا اللي بدنا إياها بالطريقة اللي بدنا إياها. هاي ترايل 1، ترايل 2. هلأ فينا نرجع نعيدهم كلهم ونعملهم سيركلينج لكل وحدة شو بدنا قدي بدنا. سو أنا let's say بدي أول مرة جرب نص ماي مع فول تابلت. سو أنا بدي نص العلبة عبيها ماي وحط فول تابلت لشوف شو بيصير ولشوف إذا سبوتنيك رح يطير على العلبة. رح نجربها أنا وياكم. رح نحط نصها مي. هلا انا رح جرب، لو كانت ترانسبيرنت كانت اهيلنا، بس انا قادره اشوف العلم المارك من جوا. اوكي سو عبيناها نصها مي. هلا بدي احط فيها فل بيس اوف تابلت، وحدة كاملة، وسكرها بسرعة. بس التشالنج انه نحطها نسكرها بسرعة، نركض نحطها على الارض مثل ما قلنا مقلوبة، ونحط سبوتنيك فوقها بسرعة بسرعة، لانه ما بتعرفوا اي ساعة معقول تنفجر. واكيد بدنا نبعد عنا للسيفتي تبعنا. خليني ظبط الكام. فرح حطها، رح سكر بسرعة، رح حطها وحط سبوتنيك مثل ما شايفين، ورح انطر لشوف قديش معقول تطير. بدي بعد عنا قد ما فيي وانطر قديش معقول تطير عالي. اهم شيء ما تكون مثل ما شفتوا طارت لهيدا العلو. هيدا اول ترايل. انا حسيت انه الفيتامين سي، خليني افرجيكم، الفيتامين سي مش كلها دابت وقدرت تعطيني افكت عالي. شو رأيكم هلا نجرب مرة تانية، بس هالمرة ما بدي عبيها نصها، بدي عبيها ربعة. لأنه إذا عبيتها ربعة، عم فكر أنا، إذا عبيتها ربع مي وحطيت الفيتامين سي رح تعبي هالقد غاز. إذا عبيت هالقد غاز، الغاز هو اللي رح ينزل نزول، نقطنا مي، الغاز هو اللي رح ينزل نزول ورح يدفع لنا سبوتنيك لفوق. كل ما زادت كمية الغاز اللي رح تنزل نزول رح يعملنا ثرست أقوى، رح يعملنا قوة دفع اللي بدها تطلع السبوتنيك لفوق أكتر. فخلينا نجرب هالمرة بربع. سو أول مرة تقريبا طارت around 1 متر وقدر يطير سبوتنيك. هلا اكيد اذا على سلو موشن فيكن تقفروها اكتر. تاني مره رح حط ربع بس. اوكي انتو فيكن تعيطوا لحدا يساعدكن خاصة بالمجرمنت. سو هيدي عبيتها للربع هلا، وكمان رح حط فل تابلت بقلبها لشوف مظبوط مثل ما عم بتوقع أنا، مظبوط عم بتوقع إنه تعطي غاز أكتر، قوة ضغط أكتر، وتعلى أكتر. خلينا نجرب كمان. رح وطي الكام لتقدروا تشوفوها، ورح قوم وآخد سبوتنيك معي. رح حطها بسرعة، سكر بسرعة، حطها على الأرض وحط سبوتنيك عليها
وانطر لشوف شو بيصير. وطبعا رح بعد عنا. واو شفتوا قديش عليت؟ عليت كتير. يعني مزبوط انا مثل ما توقعت، الكمية المي اذا كانت قليلة، كمية المي اذا كانت قليلة رح تعلي سبوتنيك اكتر، لانه رح تخلق قوة دفع اكتر. فطارت تقريبا شي 2.5 متر. سو اذا حطينا ربع ووتر وفل تابلت رح تعطين، رح تطلع لي 2.5 متر مثل ما شفنا. سو وهون بكون انا اثبتت الهايبوثيسيس تبعي انه كل ما يكون مي قليل وتابلت كمان في مرة الجاي قلل التابلت، كل ما يكون مي قليل بكون عم بعطي مجال اكثر للهواء يعبي ويضغط ويعطي قوة دفع نزول اللي بدها تطلع سبوتنيك طلوع. وهون بتكون نهاية حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا تسليتوا. بدنا منكم تجربوا قد ما فيكم كل قياسات المي، تجربوا كل المجرمنتس تبع المي، لانه مين بيعرف يمكن اذا زدنا مي صغرنا تابلت احسن. بدي منكم تجربوا قد ما فيكم كل الريزلتس وتكتبوه على ورقه وتكتشفوا شو هي اكثر او اي انجريدينتس بيعطوني اكثر قوه دفع لطلع سبوتنيك لفوق. ما تنسوا تتابعونا على اليوتيوب شانل، تعملوا سبسكرايب، تابعونا على نيو مايندز لبنان، نيو مايندز انريتشمنت. باي.